بتفرج على الفيلم في سؤال دايما في بالي، هو ليه التجربه اتعملت مره ووقفت؟ يعني بحس ان الاندر جراوند في مصر مش واصل لصوره ان الناس كلها عارفاها. يعني مثلا كميه البندات اللي طلعت، يعني مثال مساري اجباري، مثال مساري اجباري لما عملت الالبوم الناس ابتدت تسمعه والناس ابتدت تعرف عنه. السؤال بقى بالي ليه التجربه وقفت؟ يعني انا شايف انها ما وقفتش، بالعكس هي كبرت اكبر ما حد متخيل. يعني ان انت تتخيل ان تنزل تحليل تلاقي جرافيتي مرسوم على الحيطه، ده اندر جراوند ارت. يعني انك تنزل العمل ده كله صور، ان انت كبت ناس لمده طويله جدا انهم يعبروا عن نفسهم، فلما انفجر بكل ما يمكن انه يحمله معنى الانفجار، انه كل الارت بتاعهم موجود في كل حته. انت فاكر انه مثلا الفرق الاندر جراوند النهارده في مصر كان عددهم هو نفسه قبل 2010 زاد 10,000 مره. اسكندريه كانت قاعده كده، اسكندريه كانت غريبه جدا، مدينه حجمها مش كبير زي القاهره، فليه اسكندريه بالذات بالظبط؟ انا رايي انه ماشي نقطه، يعني هو عايز يتكلم عن القاهره ليه؟ انا رايي ان الفيلم اسكندراني بحت، الفيلم بيحصل في اسكندريه وعن اسكندريه. ليه؟ لان هو اللي حصل انه الجرافيتي ده والفرق الاندر جراوند دي موجوده بالاعداد الكبيره دي في اسكندريه، اللي هي مدينه المفروض انها اصغر كتير من القاهره، ومع ذلك تيجي القاهره ما تلاقيش العدد الكبير ده من الاندر جراوند بانز. فكان في سر ما في اسكندريه، والسر ده معناه يمكن موجود في الفيلم بس مش بيتقال بالكلام. المعنى على فكره انه لما بيكون عندك متروبوليس كبيره او يعني مدينه كبيره زي القاهره، الكوميرشاليزم او التجاريه فيه هي بتبقى غالبه لدرجه انك بصوتها عالي قوي ما بتسمعش ده. انا قابلت اهالي كتير جدا في اسكندريه، اولادهم او في العيله عندهم شباب بيعملوا جرافيتي وميوزك اندر جراوند، وهم شايفين ان ده ما بيحصلش لغايه ما شافوا الفيلم. منهم عائلات الفريق اللي هو مسكره مثلا، دول كل اهاليهم ما يعرفوش ان البنات دول عاملين فريق بنات بس بيعملوا موسيقى وبيعملوا حفلات وبيلبسوا ماسكات في الحفلات عشان ما يبانوش، ودي قصه حقيقيه. فكان في كده حاجه غريبه جدا انه في جيل مش مصدق ان ده ممكن يحصل، وفي جيل تحت بيعمل كل ده من غير ما حد عارف انه بيحصل، وكان الفيلم بيوثق ده. يعني احنا خلقنا طريقه للعمل ما بين الممثلين المحترفين والممثلين الهواء او حتى غير الممثلين، وكانت هي دي الطريقه الوحيده اللي تخلي النوعين التمثيل دولت ما يبانش فيهم فرق. يعني اكبر تحدي في رايي لاحمد عبد الله في الفيلم ده او في هيليوبوليس انه ازاي يخلي الممثلين المحترفين والممثلين اللي اول مره بيمثلوا يطلعوا هما الاثنين زي بعض، ما يبقاش في نوع مختلف في التمثيل. انا رايي ان دي حاجه كانت عبقريه لاحمد ان هو يلاقي الطريقه دي، لانه لو ما عملش كده هتحس ان ده بيمثل او ده لا، او العكس لو اشتغلت بطريقه الممثلين المحترفين التانيين هيتظلموا جدا، هيبقوا مشدودين جدا، وده اللي بيحصل كتير في افلام بنشوفها. او اشتغلت بطريقه انك تسيب الممثلين العاديين الهوائي او اول مره يمثلوا عادي، وما تظبطش حاجه او ما تخليش الممثلين المحترفين يشتغلوا على الطريقه دهيت، هتبقى بتظلم المحترفين كمان. يعني التمثيل ما كانش مصطنع، كان حياه طبيعيه، هي كده حياه الممثلين قدام الكاميرا ورا الكاميرا. حتى البانس اللي كانت موجوده ده حياتهم الطبيعيه كده. انت كخالد اتاثرت بحياتهم العاديه اللي انت عشتها طول فتره العمل؟ طبعا. وماذا تاثيرك بقى؟ السؤال الثاني، انت ما جربتش انت تشترك في عمل معاهم اغنيه مثلا او اي حاجه؟ ما انا شيخ البلد. لا ثاني بره. هو اولا كلامك عندك حق فيه، وانا يعني انا بفهمه كممثل. ليه تفسير تاني ليه؟ ان انت شايف ان التمثيل بيكون مفتعل في الافلام التانية، وده معناه انه عندنا مشكله في التمثيل لو بالذات التلفزيوني. عندك حق، احنا عندنا مدارس تمثيل كتير جدا، تلاقي نفس الممثل بيطلع وحش قوي في التلفزيون معقول في بعض افلام السينما وعظيم في بعض المشاهد في افلام اخرى. فاذا الممثلين كويسين، بس واضح ان التوجيه الى حد كبير بيطلعهم مش كويسين في حاجات كتير. فاللي انت بتقوله دوت سبب كبير جدا من الاسباب اللي انا ليه بعمل او بشتغل مع ناس محدده، يعني ناس معينه. ممكن يكونوا ناس عظيمه جدا زي محمد خان، داوود عبد السيد، وممكن يكونوا مخرجين لاول مره زي احمد عبد الله هنا، او ايتن امين في الفيلم الجديد بتاعي فيلا 69 مخرجه اول مره برضه. فكلامك ده هو السبب اللي انا بعمل ده. نشكر خالد على وجوده. اللي عايز يتصور دلوقتي بس خليك من ناحيه.